هذا وشارك معالي وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا وبما يدعم المصالح العربية والتشاور حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية والوضع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة ليبيا والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والجهود الرامية للتوصل لتسوية سلمية لأزمات المنطقة وسبل دفع وتطوير هذه الجهود.